هو دور أجوبي كان شخصية منطوية، نعم، حاس بالذنب، نعم، يعطيك صحة آسيا، يعني كان هذا، وكان أيضا حقيقة المجندين الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي. هذا يعني شباب الجزائريين. نجاوبوا على أولا على الشطر الأول. شخصية سعيد والد جميلة كانت حقيقة شخصية منعزلة انطوائية، ونشوفه ولو أنه يعمل في الشرطة الفرنسية من خلال المشاهد والحوارات، وحتى يعني الفلاش باك اللي شفنا مع وليده صغير، هذه تقنية الفيلم الفلاش باك اللي كل مرة يجيب للقصة عامل جديد اللي يطور يعني القصة، يطور أحداث القصة، ولا يعني ما كانش فلاش باك كان عشوائي في الفيلم، كل فلاش باك يجيب عامل يطور القصة. ففي الفلاش باك مع وليده وحنا نشوفه فيصل من خلال الحوار ويقول له هذا السلاح عمره ما خرجت منه رصاصة واحدة، وإن شاء الله يبقى هكذا. نعرف حقيقة الوالد وحقيقة تواجد الوالد في الشرطة، على بالنا أنه زوجته استشهدت، ما على بالناش كيفاش، فقط يعني كل واحد وشفنا وش صرا للابن تاعه ولو انه في الشرطه الفرنسيه، وضمن لبنته لماذا صرا صراع مع بنته، حق تقريبا ضمن لبنته هو يقول لها نوعدك بنتي بعد عامين يجي يكون بوليسي كيما انا، يضمن لها انه ما رايح يصرا له والو، ولكن عكس ذلك قتل اخو جميله وعلى يد الكابيتان. على هذا الميساج تاعنا واضح من خلال الوالد، انك عمرك ما تعمل صفقه مع العدو، خاصة العدو الفرنسي ما تعملش معها صفقة. فنظن أن الميساج كان وصل، رسالة وصلت. بالنسبة للشطر الثاني المجندين في صفوف الجيش الفرنسي، على غرار أن التجنيد كان إجباري للشباب الجزائري في صفوف الجيش الفرنسي في سنتين 56-57 وما أكثر، فنشوفوا أنه أنا عملت على الحالتين، ما نقدرش نعمل أن جوجمون في الفيلم، نخلي الشخصيات هي تعبر عن نفسها والمتفرج هو اللي يحكم. عملت من خلال الصديقان مصطفى وسليمان، واحد اختار أنه يكون صنديد وأنه يختار النضال ويموت في سبيل الوطن وما يقتلش أخوه الجزائري، الآخر تحت ضغط من الضغوط قام بعمل جريمة واعتبرها مخلة بالنسبة له، واعتبر نفسه دليل، بدليل أنه شفنا عايش نفسيا في اون ديبريسيون، حس بالذنب ويقول يما صاحبي ما تراجل وأنا راني عايش رخيص. فأنا نعمل الجانبين، لأنه ماشي كلهم اختاروا طريق النضال وماشي كلهم يعني كانوا ماشي صالحين، نشوفوا أنه الواحد الشهيد مات في سبيل الوطن.